دلوقتي هندخل على vocabulary 1. طبعا معروف عندي بالنسبة لسؤال الفوكابلري هيكون في vocabulary 1 vocabulary 2. هيكون السؤال الأول إن شاء الله يكون عبارة عن تكست، والتكست دوت عليه طبعا في كلمات تحته في بوكس، في هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 words and the text needs just 1 2 3 4 5 words just 5 words، يعني 5 كلمات فقط، وهنا في 3 كلمات زيادة. عشان نحل هذا السؤال أو نجاوب هذا السؤال لازم نقرأ التكست كله كامل عشان نكمن التكست أو نفهم التكست بيتكلم عن إيه بالضبط، وبعدين هنقرأ الفوكابلري اللي تحته ونحاول try to guess the meaning of these words، نحاول نكمن معاني الكلمات ونشوف إيش الكلمة المناسبة اللي تتفق مع الجملة إيه اللي فوق. تعالوا ناخد example ونشوف إزاي بنحل هذا السؤال. طبعا أنا بفضل أنا أقرأ الكلمات الأول اللي هو في داخل البوكس اللي تحت، تمام، ونفهم معناها ايه بالظبط. delicious، delicious اللي هي ايش؟ لذيذ، ودي تستخدم دايما مع الاكل والطعام والحاجات هذه الاشياء، يعني لو في الجمله بتاعتها فوق في طعام اكل كذا يبقى انا في كلمه ايه؟ delicious. harmful، what's harmful here؟ harmful means مؤذي او ضار. mysterious، mysterious comes from mystery، mystery وايه؟ سر غامض او شيء غامض، يبقى mysterious اللي هي معناها غامض. old fashioned، old fashioned موضة قديمة، موضة قديمة. peaceful، peaceful آمن، it comes from peace، peace الأمان. بعدين عندك في unpopular، unpopular، unpopular اللي هو غير محبوب، اللي هي the opposite of popular، popular، unpopular، popular. tidy and untidy، untidy it means غير منظم. and here we have varied، varied اللي هو ايه؟ متنوع، متنوع. تعالوا نشوف كده، نقرا التكست ونشوف ايش الكلمه اللي تتفق مع كل جمله. the film chocolate is a comedy، comedy فيلم فكاهي. about a space village، village قريه. deep in the french countryside، كده لازم نقرأ الجملة من أولها حتى آخرها، بعدين نبدأ نختار لها الكلمة المناسبة من الاختيارات. الفيلم هذا اللي هو اسمه Chocolate is a comedy about a space village deep in the French countryside، هذه القرية موجودة في عمق إيه؟ الريف الفرنسي. طيب هل هنكون نوصف الفيلم ده، القرية دي هنوصفها بأنها إيه؟ هل delicious؟ طيب ينفع delicious مع village؟ ما تنفعش طبعا، احنا قلنا delicious محتاجة إيه؟ أكل وطعام وكلام وهذا الكلام. لكن ينفع harmful، village قرية مؤذية مش ماشية معها، ما تمشي معها. mysterious village قرية غامضة، ولا old fashioned، old fashioned، ولا peaceful يعني قرية آمنة تتصف بالأمن والأمان. طبعا أنا شايف إنها إيه اللي هو الأنسب فوكاب لها اللي هو peaceful village، peaceful village قرية آمنة deep in the French countryside. it's a very space place، it's a very space place. طب عايزين نوصف المكان ده انه ايه؟ بس طبعا مش هنعرف نوصفه الا ما نكمل ايه الجزء الثاني. which hasn't changed for years، changed هي ما اتغيرتش من 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 سنين، يبقى اكيد old fashioned موضه قديمه تتصف بالايه؟ بالقدم. يبقى كلمه old fashioned هي كلمه مناسبه في الجزء او الفراغ الثاني. يقول it is a very old fashioned place which hasn't changed، يبقى اللي عرف لي كلمه old fashioned اللي هي كلمه hasn't changed for years. then suddenly فجأة إيه اللي حصل؟ a space and attractive stranger arrives، يبقى أكيد في شخصية غريبة وصلت هذه القرية، أنا وصفها أنها attractive جذبة. وإيش تاني كمان؟ طالما attractive stranger، strange يعني غريب صح ولا strange غريب، يبقى أكيد في شخصية غامضة كده غريبة، يبقى هو ليها mysterious، mysterious. three a mysterious and attractive stranger arrives، وصلت هذه الشخصية الغريبة والجذابة في القرية. she opens a shop which sells، هي افتتحت محل أو دكان في هذا المكان اللي هو ببيع سبيس شوكولات. الشوكولات اللي هو إيه؟ شوكولاتة معروفة، يبقى أكيد إيه نوصف الشوكولاتة بأنها إيه؟ لأن لسه قايلين إن delicious تأتي مع الطعام والشراب ولا إيه لهذه الأشياء، يبقى هناخد كلمة إيه؟ delicious chocolate. at first she is very space، في البداية كانت إيه space with her narrow-minded neighbors، يعني الجيرانها مخهم على قدهم يعني صغير كده، يعني مش بيستوعبوا الأشياء بشكل، طبعا نتيجة إيه إنهم منغلقين عن نفسهم old-fashioned people، تمام.
اوكي ات فيرست هي واز فيري سبيس ويث. طبيعي اي شخص بيكون في مكان او راح مكان جديد بالنسبه له هيكون ايه طبعا ان بوبولار يعني ممكن تكون غير مألوف غير معروف في هذا ايه في هذا المكان. بكده هيكون خلصنا سؤال الفوكابلري 1. شفت ازاي انا بعمل ربط بين قبل وبعد الفراغ؟ لازم عشان نختار بشكل صحيح لازم نقرا الجمله من اولها حتى اخرها ونخمن ونترجم الجمله ونفهم معناها بتقول ايه ونشوف ايه الكلمه اللي ناقصه او الكلمه اللي هي محتاجينها في هذا ايه المكان. تعالوا شو ندخل على vocabulary 2. في هنا vocabulary 2 زي ما انتم شايفين عباره عن كلمات كل جمل فيها كلمات ناقصه، كل كلمه ناقصه ايش طبعا عدد من الحروف حسب ايه الخطوط اللي موجوده عندك. اذا كان عندك مثلا 1 2 3 4 عندك اربع خطوط يبقى في اربع حروف ناقصين، اذا كان عندك ثلاث ايه خطوط يبقى في ثلاث حروف ناقصين. طبعا الملاحظه على هذا السؤال ان لازم يكون الكلمات الحروف اللي ناقصه على عدد الشرط اللي عندك، يعني ما تزودش ولا تنقص، يعني ما تزيد وما ينقص عن هذا ايه وهذا العدد من الحروف. نخلي بالنا لتصريفات الافعال، طبعا ممكن يكون الفيرب اللي انت كتبته مثلا هنا مظبوط بس ايش ناقص اس ايه المفرد الغايب، سواء في لو كان عندي فاعل مفرد يعني كتبت مثلا جو وهي ايه ناقصه مثلا ايه حرفين حرف واحد مثلا جي وعندك ايه شرط ثلاث شرط يبقى هي جوز يبقى ناقصه او اي اس. فنخلي بالنا من تصريفات الافعال في البريزنت الاي اس والاس الاي اس والاس، نخلي بالنا من تصريفات الفيرب في الباست دي والاي دي، ونخلي بالنا من الاي ان جي بتاعت الازمنه ايه المستمره اللي بتيجي في اخر كل ايه كل فيرب. الملاحظات على هذا السؤال طبعا احنا عارفين ان اي زياده اي نقص طبعا تحسب الكلمه ايه خطا ما بتاخدش الدرجه بتاعتها. تعالوا نتدرب ونشوف ازاي احنا بنحل نوع من الاسئله اللي هي قدامنا. Number 6 it was a terrible accident. Accident يبقى حادث فظيع، يبقى اكيد الكلمه اللي هنا ناقصه دي مرتبطه بالحوادث وهذه الاشياء. A spokesman اللي هو متحدث from the police من الشرطه said that only three people and three people اللي هو ثلاث ايه اشخاص and old lady سيده عجوزه and two girls وبنتين had been able to كانوا قادرين على. طبعا احنا عارفين كلمه تو ياتي بعدها ايه مصدر الفيرب، يبقى لازم هنا الكلمه اللي بعد تو لازم تكون ايه مصدر في شكل او في صيغه المصدر، يعني ما يكونش فيها الاضافات الزيادات بتاعتنا. Sir had been able to serve the ايه the accident. طبعا كلمه سر بتفكرني بكلمه درسناها زمان ينجو من حادث اللي هو ايه سرفايف. احسنتم سرفايف. طيب نايز بس اكتب كلمه سرفايف، عندك اس يو ار مكتوبه يبقى ناقصه ايه في اي في اي، واكتب الحروف كده بشكل واضح والحرف يكون فوق السطر كده عشان او فوق الخط ده عشان ما يتمسش الخط ده ما يتمسش الحرف ويكون بتلخبط والمصحح ما يعرف يقراه. طبعا الجزء الجمله الثانيه تعال نشوف كده nobody ما فيش حد loves the new teacher المعلم الجديد، ما فيش حد بيحب المعلم الجديد، اكيد هو في حاجه. He never smiles ما لا يبتسم ابدا and is very stra يبقى very stra مين يقول strict برافو عليكم strict يعني صارم strict، يبقى كده نكتب الحروف فوق السطور او فوق الخطوط بتاعتنا عشان كلمه strict اللي احنا ايه درسناها قبل كده اللي هي معناها صارم. survive احنا قلنا ايه ينجو تمام، يبقى كلمه survive اللي ناقصه في المثال الاول او في الجمله الثانيه كلمه strict اللي هو ايه صارم. تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها. The government الحكومة has not yet decided لم تقرر بعد، كلمة decide اللي هو ايه يقرر يبقى لم تقرر بعد whether to build build يبني under the river under اللي هي ايه تحت وريفر يعني طب ايه اللي بتبني تحت النهر او تحت ايه البحر اللي هو ايه التانل برافو عليكم صح كده يبقى تانل تكتب ازاي تانل تي يو ان ان اي ال ذس از تانل تانل اللي هو ايه نفق تحت ايه تحت الميه. نمبر 9 ويل ذا نيو مانجر
be able to، احنا درسنا be able to اللي هو ايه، يكون قادر على. will the new manager be able to سج سج سج، الكلمة دي بتفكرني بحاجة، ها سج. طب نكمل كده ونشوف. practical ideas، افكار عملية، افكار ايه عملية، that can help the company to increase its sales، تساعد القرية انها او الشركة انها تزيد المبيعات بتاعتها. يبقى اكيد في اقتراح، بيقترح بيقترح بيقول حاجة بتخليني، او افكار عملية بتزود ايه دخل ايه الشركة. يبقى كلمة سج ها سجست، يبقى فيها خلي بالك ما تنساش ان سجست فيها دبل، زي كلمة تانل فيها دبل ان، سجست فيها دبل جي، سجست يبقى ناقصة اي جي اي اس تي. المثال اللي بعده، there is no need to shout، ما فيش داعي ان انت تشاوت تصيح او تعلي صوتك. I can hear you، انا استطيع ان اسمعك very well. I am not deaf، I am not deaf، يبقى انا بسمعك كويس جدا، يبقى اكيد انا مش ايه لستو مين يقول deaf، deaf اللي هو ايه اصم، انا لست ايه اصم، يبقى ناقص كلمه deaf اللي هو حرف ناقص حرفين A F، واحنا عارفين دف اللي هي ايه بمعنى اسم. زي كده طبعا الملاحظات على هذا السؤال، زي ما احنا قلنا اني ما تزودش حروف، ما تنقصش حروف، تكتب الحروف زي ما هي بالضبط، ما تبدلش حروف مكان حروف، يعني ما تبدلش تقول تانل اي ال اي مش اي ال. طبعا السؤال ده عايز دقه في كتابه الحروف بشكل ايه بشكل واضح. دي طريقه حل او اجابه الفوكابلري 1 والفوكابلري 2. تعالوا نشوف نموذج آخر على سؤال vocabulary 1 و vocabulary 2. vocabulary 1 نقرأ طبعا زي ما تعودنا، نقرأ الكلمات داخل البوكس الأول ونشوف إيش معناها ونخمن معناها كويس جدا. damage، damage يدمر، يتلف، exceed، exceed يزيد، يزود، expand، expand يتوسع، يمد، يتوسع، focus يركز، prevent، prevent يمنع، produce، produce ينتج، protect، protect يحمي، receive يستلم، يتلقى، يتسلم. تعال نشوف كده نقرا التكست اللي فوق وبعدين ايش نختار الكلمات الصحيحه حسب التكست اللي عندي. فانا بقول لك ايه، global march is the largest NGO to promote and space the rights of all children، حقوق ايه طبعا درسنا بكده rights of children اللي هو حقوق ايه حقوق الطفل. يبقى هذه المنظمة أو هذا الشركة أو المشروع أو المنظمة to promote، promote يعني إيه بتطور بتحسن إيه old and all the rights of children، يبقى أكيد وتحمي حقوق إيه حقوق، يبقى to promote and كذا. عندك هنا في to يبقى لازم هنا يكون في إيه فعل في المصدر زي إيه promote، يأتي بعد to فعل في المصدر، وعندك and يبقى مصدر مع مصدر. تمام، تعال نشوف، وكلهم طبعا إيه معظمهم مصادر، كلهم مصادر اصلا. يبقى هنا بيسالك في معنى الكلمه، معنى الكلمات، نعمل ايه كمان بالنسبه للرايتس اوف تشيلدرن او البروتكت ذا رايتس اوف تشيلدرن اللي هي ايه تحمي حقوق ايه الطفل، especially the right، خاصه حق ايه to space a good education، good education تعليم جيد. يعني لو انا ترجمت الجمله هقول خصوصا الحق ايه انه طبعا يتلقى تعليم ايه تعليم جيد. طب يتلقى تعليم جيد اللي هي معناها ريسيف، واحنا قلنا ريسيف اللي هي يستلم او يتلقى، يبقى هنظلل تحت ايه ريسيف. خلي بالنا بس عشان ما انتهش، طبعا نمبر 1 هنظلل ايه دايره واحده في نمبر 1، نمبر 2 نفس الشيء دايره واحده، نمبر 3 نفس الشيء دايره واحده، نمبر 4 نمبر 5. ونخلي بالنا شوف انت هتظلل ايه حسب الرقم اللي فوق، 1 فوق يبقى هنظلل من ايه نختار من 1 تحت وهكذا، 1 1 2 2 3 3 وهكذا. نكمل القطعه ونشوف. It runs programs to free، بتدير طبعا مشاريع انها to free children from doing any work. طبعا ايه ما بتخليش الاطفال يعملوا ايه اي شغل او يشتغلوا في الاعمال الخارجيه. That is likely to space them from developing both physically and mentally. تعال نشوف كده، يبقى اكيد any work that is likely to prevent، prevent تمنحهم to prevent them from developing both
طبعا الاعمال اللي بيعملوها بيشتغلوها في الاعمال الحرفيه وهذه الاشياء بالنسبه للسن الصغير الاطفال بيمنحهم من ايه؟ منهم يطوروا وينموا جسمهم بدنيا وذهنيا. It also works to space. انها ايضا كمان بتعمل المنظمه دي to space the wallet's attention. كلمه attention طبعا اللي هو ايه؟ انتباه. يبقى اكيد بتجذب او تشد انتباه مين؟ او تركز على انتباه العالم كله. The world's attention on child labor. Labor هو عمالة ايه؟ عمالة الطفل through research and action. يبقى اكيد هنختار كلمة focus. Focus. يبقى هنا او it also works to focus the world's attention. بتركز ايه او تجذب انتباه العالم كله على حق عمالة الطفل through research من خلال الابحاث والافعال. Meanwhile في اثناء ذلك its international network of partners is growing fast. And by 2020, it hopes to space this network to every country in the world. يبقى في أكيد في سنة 2020 هي بتتأمل أو تتمنى أنها إيه؟ أو تتوسع في الشبكة بتاعتها، توسع الشبكة بتاعتها على مستوى إيه؟ العالم كله. يبقى كلمة تتوسع هنا هنختارها ليه إيه؟ برافو عليك مستمع واحد. قال expand. Expand اللي هو يوسع أو يتوسع أو يطور الشبكة بتاعته على مستوى أنحاء العالم. ده vocabulary 1. تعال نشوف نموذج آخر على vocabulary A. vocabulary 2. بالنسبة ل vocabulary 2 في هنا بيقول لي إيه number 6 which color would you prefer red or blue. أي إيه لون أنت بتحبه بتفضله؟ هل هو الأحمر أم الأزرق؟ I don't. They are both okay. فرد عليه وقال له والله أنا ما عنديش مانع أي لون عادي بالنسبة لي. يبقى كلمة I don't ما عنديش مانع، ليس عندي مانع، ليس لدي مانع. لا I don't. يبقى I don't mind. Mind. لا أو ليس عندي لا أمانع في أي لون منهم أو ليس عندي مانع. زي ما انتم شايفين الحروف الناقصة على عدد الشرط 1 2 3 يبقى 3 حروف. نمبر 7 بروفيسور جونز I want to elect by him last week. He is a brilliant speaker. طبعا سبيكر اللي هو ايه؟ متحدث. وبروفيسور استاذ جامعة او استاذ كبير. يبقى اكيد كلمة lecture محاضرة، استاذ بيحاضر طبعا، وراجل متحدث ايه ذكي جدا. يبقى اقول lecture. ناقص كلمة lecture. يبقى ناقص تشر. lecture. T-U-R-E. يبقى lecture ناقصها ثلاث اربع حروف. T-U-R-E. number 8 it wasn't a fair trial. fair trial. trial اللي هي محاكمة، وtrial اللي هي عادلة. انها ليست محاكمة عادلة. And as a result, وكنتيجة لذلك, they sent an in-man to prison. Prison اللي هو إيه؟ السجن. وأرسلوا ليه واحد أو راجل عايزين نوصفه إيه إلى السجن. المحاكمة غير عادلة. يبقى أكيد الراجل ده إيه؟ بريء. تمام؟ إلى إيه؟ يبقى innocent اللي هو بريء. تعال نكتبه كده. إنو ها ها سنة يبقى ناقصه O C E N T innocent اللي هو ايه معناها بريء. زي ما انتم شايفين السؤال ده يعتمد على الترجمه، تعرف وتفهم معنى الكلمه وتخمن try to guess the meaning of the word or the missing word. number 9 you really must finish that report today. لازم تخلص التقرير ده اليوم. it's ur. طب ليه اخلصه؟ اكيد عاجل مستعجل محتاجينه ضروري بسرعه. يبقى كلمة عاجل urgent اللي هو ايه؟ عاجل. يبقى ناقصه G E N T. please don't interrupt me when I am speaking. انا بتكلم لو سمحت ما تقاطعنيش. it's very rude. لا يقاطع. كلمة يقاطع هي ايه اللي ناقصه؟ احنا عارفين كلمة يقاطع اللي هي interrupt. interrupt me. interrupt تكتب ايه بهذا الشكل. لازم يكون حافظ ايه حروف هذه الكلمة U B T. interrupt يعني يقاطع شخص. شفتوا ازاي احنا طبعا ده معتمد على هذا السؤال على
حفظك للكلمات وفهمك لمعاني ايه الكلمات، ويا ريت نراجع الكلمات اللي احنا درسناها في المنهج كويس جدا. وعندك في الكتاب المدرسي في بعض كتير من الكلمات في نهايه كل ثيم، وفي واقرا وحاول تراجع الكلمات عشان هتحتاج لها في الليسننج، في الفوكابلري، في الجرامر، في اي حاجه كلمات بتنفع في اي ايه في اي سؤال. وبكده يكون خلصنا مراجعه سؤال الفوكابلري 1 اند 2. يلا بينا نراجع سؤال الجرامر 1 جرامر 2. طبعا جرامر 1 زي ما انتم شايفين عباره عن اسئله تشوز، وجرامر 2 اللي هو البوكس ناقص كلمات بس خاصه بالجرامر. قبل ما نحاول نحل بعض الاسئله في الجرامر، تعال نراجع بعض الجرامر المقرره في عليك في هذا العام باختصار شديد جدا. تعال نشوف كده. الله، اول حاجه درسنا الريبورتد سبيتش او الريبورتد، طبعا الريبورتد سبيتش درسنا منه الريبورتد ستيتمنتس اللي هو ايه تحويل جمل الخبريه من مباشر لغير مباشر. طبعا لما نيجي نحول جمله خبريه من مباشر لغير مباشر، اولا بنحول said to الى told، said تفضل كما هي ايه said، نربط بكلمه that ويمكن حذفها، تحويل ضمائر الفاعل I he او شيء حسب المتكلم، و they تحويل الزمن الى الماضي مباشره، طبعا الى اذا حصلنا كلمه goes او go تتحول لwent الى الادم على طول، نرجع خطوه لورا يعني present simple يتحول لpast simple، present perfect يتحول lpast perfect، present continuous يتحول lpast continuous، المهم كله ايه هيتحول لازم لصيغه الماضي. went had gone for example is am was are were has او have الى had. طبعا كل الافعال الناقصه بتحول من صيغه البريزنت الى صيغه الباست، ويل وات تحول وات، شال شود ماست لي هاد تو كان كود ماي لماي. الكلام ده طبعا مش هيجي لك تحويل في الاختبار، يعني هيجي لك في الاختبار مثلا يقول لك ايه ها يجيب لك سيد يبقى ناقص مين ذات، يجيب لك ذات يبقى ناقص مين سيد، تولد بلس ضمير مفعول بلس ذات. لو حصلنا سيد ذات او تولد ضمير مفعول ذات، يبقى لازم بعدهم جملة هتكون تبدأ بفاعل subject ثم verb في الماضي، لازم في الماضي ويفضل أقدم ماضي. يعني for example تعالى ناخد مثال ونشرح نشوف مع بعض. example he says that he lived in Sahara that time. he says ولا said ولا say ولا saying. طبعا طالما عندي كلمة ذات يبقى ناقصة مين ها؟ ناقصة كلمة said، يبقى said تيجي دايما مع ذات، said ذات، said ذات، verb القول say يتحول للماضي تبقى said. يبقى he said that he lived، he lived، this is reported statement. example 2 they space me that، me that، طالما في ضمير مفعول وبعدين كلمة ذات يبقى لازم نختار verb told. told يبقى نختار ايه ها told. تمام، فهمنا الجمله الخبريه وازاي تتحول لايه من مباشر لغير مباشر او reported statement. تعالوا مع بعض هنشوف اللي هو تحويل questions او reported questions. بالنسبه لل reported questions لما نيجي نحول السؤال من مباشر لغير مباشر، طبعا عندي نوعين من السؤال yes no questions and wh questions. بالنسبه لل yes no questions طبعا ask it تتحول wanted to know، ask it inquired or asked. نربط بكلمة if أو whether، تحويل صيغة السؤال إلى جملة خبرية، تحويل الأزمنة إلى الماضي مباشرة، ونحول إيه الضمائر. ناخد example هنا بقول لك إيه do you like volleyball do you like volleyball he said أو he asked. طبعا نبدأ بكلمة he asked أو he asked، أشيل أي verb do does did طبعا بنحذفه من السؤال، ونبدأ نرتب الجملة كأنها جملة خبرية بعد ما نربط بكلمة if أو إيه أو whether. أو he asked if I liked، هنحول طبعا اللي هو الفيرب إلى الماضي، like هتتحول كلمة لكلمة liked، وأكمل الباقي الجملة تنزل كما هي. أو he asked if I liked volleyball. أما إذا كان عندك WH questions فنربط بنفس الأداة أو أداة الاستفهام، هنحول صيغة السؤال إلى صيغة جملة عادية ونحذف do does did، تحويل الأزمنة برضو إلى الماضي مباشرة. ناخذ example where is the post office he asked. Where is the post office? He asked. He asked where the post office was.
اوكي. طبعا عملنا ايه؟ ربطنا بكلمه وير نفس الاداه بتاعت الاستفهام، وبعدين بدلنا السبجكت مع الفيرب او الفيرب المودل فيرب اللي هو الهيلبنج فيرب اللي هو از، حول ذا بوست اوفيس، ذا بوست اوفيس، بعدين رجع كلمه ايه؟ از الى الماضي، حولها الاول الى الماضي واز، وحطها بعد كلمه ايه؟ ذا بوست اوفيس، اي ويل ذا بوست اوفيس واز. المهم نركز على اللي هو ايه الدايره ديت. هقول ask، لو حصلنا كلمه asked في السؤال، asked wanted to know inquired if or whether، يبقى نعرف ان دوت سؤال متحول من مباشر لغير مباشر، يبقى لازم بعده هنرتب الجمله، هنقول subject فاعل ثم اقدم زمن اللي هو ايه past perfect او past verb ثم الobject. ناخذ example ونشوف. The teacher asked me why. The teacher asked me why. أول ما شفت asked why يبقى لازم أفتكر ترتيب الجملة بعد أداة الاستفهام كرابط، تمام، اللي هو subject، اللي هو subject الفاعل الأول، وبعدين إيه الفيرب في الماضي. I haven't done، طبعا I okay I okay I okay I okay كلهم ينفعوا بالنسبة لكلمة I، لكن هنا في have ما تنفعش، هنا طبعا غلط. ليه؟ عشان دي مضارع present، don't مضارع، haven't مضارع، أو لكن hadn't done، يبقى هناخد hadn't done عشان had هي الماضي من كلمة have، وده اسمه الماضي التام اللي هو past perfect. اوكي؟ تعال نشوف بالنسبة لل reported commands أو اللي هو إيه الجملة الأمرية. حذف علامات تنصيص ونربط بكلمة، يا إما الجملة لو كانت أو الجملة الأمرية كانت مثبتة نربط بتو ثم المصدر، لكن الجملة كانت منفية ودايما نعرفها من كلمة don't طبعا نربط بـ not to plus infinitive. تعالوا نشوف ازاي احنا بنحل في الاختبار. The teacher ordered me space quickly. هل هو come quickly ولا coming quickly ولا to come quickly ولا comes quickly؟ طبعا الجمله طالما order نعرف انها جمله امريه او command متحوله الى غير مباشر، يبقى نربط بكلمه to، ناخذ الاجابه اللي فيها to زائد ايه؟ زائد الماستر. تعالوا نشوف اللي بعد. The doctor advised him space again to smoke. To smoke advised to smoke ولا smokes ولا smoked ولا not to smoke. طبعا هقول ايه حاجة وحشة، طبعا smoke ده smoking التدخين مش كويس، يبقى اقول ايه not to smoke، يبقى اضلل على not to smoke لان هذه الجملة reported commands. برضه هندخل على المودلز. خلي بالك من المودلز، نراجع مع بعض المودلز اللي هم ايه can could will would may might should ought to has to have to had to has got to must need to will have to had better need to would rather don't need to. كل دوت طبعا لازم ياتي بعده ايه الفعل في المصدر او في الانفينيتيف، تمام. طيب هنا نشوف مع بعض اللي هو ايه برضه مراجعه بالنسبه لليوز تو، قاعدة يوز تو انتوا درستوها او درسناها في المنهج، اللي هو يوز تو اعتاد على، وديت في اعتاد على فعل شيء في الماضي ولا يفعله ايه الان. I used to go I used to go to go to the beach every day but now I don't، دلوقتي لم افعل هذا ايه الكلام. طبعا يوز تو ده متشافين ياتي بعدها ايه الانفينيتيف، في النفي بتاع يوز تو هتبقى didn't use to plus infinitive، وديت معناها لم يعتاد على فعل شيء في الماضي. أولي I didn't use to I didn't use to go to school on foot but now I do. طبعا ممكن تيجي ناقصه كلمه didn't او use او to او الفعل في المصدر. is am are لو سبق use to او كلمه get يبقى لازم ياتي بعدها verb في verb plus ing. ناخذ example. We get used to playing in the club. مش we used to او we get used to play. أراجع معايا بسرعة الأدجكتيفز، أوكي؟ الأدجكتيف الصفات، إحنا كنا درسنا المقارنة الصفات من الدرجة الثانية الكومبيرتيف أدجكتيفز اللي هي شورت، بالنسبة للشورت أدجكتيف بلس إي آر، لو عندي ليس أو مور أو فيرذر أو فاذر، كل دوت طبعًا يأتي معاه كلمة ذان، ذان تيجي أحيانًا ناقصة في الاختبارات. ناخذ إكزامبل، آدل ووكس بيتر ذان، بيتر ذان، بيتر إي آر ذان علي. أما superlatives اللي هو the ثم صفة est short adjective plus est، the تيجي مع most least أو long أو the best أو the furthest أو the farthest أو the worst، أي حاجة est يبقى ناخد معها كلمة the. This is the most، this is the worst، this is the most exciting place I have ever visited.
اوكي. طيب بعد كده هنراجع مع بعض اللي هو ايه سؤال سوري باقي الجرامر. درسنا برضو الفوربس، انواع الفوربس، في فورب بلس انفينيتيف وفي فورب بلس اي ان جي، وفي فورب ياخذ صيغه الجيرند او سي او الانفينيتيف بتون. تعالوا نشوف الفوربس بلس انفينيتيف. طبعا في افعال كثيره بتاخد ايه المصدر، زي اجري، اجري تو، اجري، ريفيوز، هيزيتيت، نيد، فورس، ديسايد، want, afford, manage, manage, plan, hope, intend, deserve, wait, promise, attempt, pretend, hope, mean, learn, seem, wish, long, and expect. كل ده تبعده ايه؟ to plus infinitive. ناخد example. He promised to help me. He promised, promised to help me. To plus infinitive. أما بالنسبة ل verb plus ing، verb يأتي بعد verb plus ing زي كلمة إيش، ها؟ أو the verb postpone، can't stand، can't help، put off، fancy، don't mind، finish، give up، deny، stop، recommend، imagine، avoid، prevent، regret، practice، miss، risk، enjoy، discuss، and suggest. ناخذ example. He avoids. Avoid موجودة في الإيه ضمن الأفعال ديت، يبقى لازم بعدها إيه verb ing. أو he avoids meeting my friends. اوكي، في فيربس ياخذ او ياتي بعده صيغه الجيرند اللي هو فيرب اي ان جي او تو بلس انفينيتيف. طبعا من ضمن هذه الافعال بريفير وبيجن ولايك ولاف وهيت وكانت بي كانت بير وستارت وكونتينيو. ناخذ اكزامبل. اي ستارتد واتشينج ذا فيلم، او هقول اي ستارتد تو واتش ذا فيلم. اوكي، ده بالنسبه لي مراجعه اللي هو الجرامر. تعالوا نكمل مع بعض مراجعه الجرامر. في بعض الملاحظات كده او الفريزز او الكلمات دي مهمه جدا جدا. a lot of، more than، due to، as a result، for example، for instance، such as، thanks to، interested in، and as if. حالات if الثلاثه اللي احنا ايه conditionals، if one conditional، if one of first conditional، if present simple، will او can plus infinitive، if plus past symbol would او apostrophe d plus infinitive، if ياتي بعدها past perfect had plus pp would have، والتصريف الثالث او البي بي. ناخذ example. if he had studied، اول ما اشوف if هنا يبقى افتكر حد ايش اول قاعده ولا ثاني قاعده ولا ثالث قاعده، هنشوف من الكلام اللي موجود معاها. had studied، had studied، يبقى نعرف ان دوت ايه الباست بيرفكت. الباست بيرفكت يبقى لازم نختار اجابه تكون فيها would have وتصريف ثالث، واحيانا يجيب لك التصريف الثالث موجود في الجمله نفسها، يبقى نختار would have. يقول ايه؟ if he had studied well he would have passed his exams. بالنسبه للريليتيف والريليتيف كلوزز اللي هم who، where، which، او that، whose. احنا عارفين ان هو بمعنى الذي او التي، بس دي لو جت في وسط الجمله كرابط، مش لو جت في بدايه الجمله. أو هو الذي أو التي للعاقل for persons، اللي يعني لازم يكون قبل السبيس يكون في persons أشخاص. أما بالنسبة where حيث للمكان ويأتي قبلها أو before it، we have place which أو that الذي أو التي لغير العاقل ويأتي قبلها things. أما whose اللي هي بعدها اسم وقبلها اسم، اللي هي للملكية الذي أو التي ملكها. ده بالنسبة لمراجعة اللي هي الجرامر. برضو تعالوا برضو في حاجة مهمة عايزين نقولها أو نتطرق إليها، اللي هو the present perfect continuous. ال present perfect continuous ده من الأزمنة المهمة جدا، لو بتكون من has أو have ثم been ثم verb ing. دايما بيسألني في كلمة been، ينقص كلمة been دي. example، she has been shopping for 2 hours. for وsince، إيش الفرق بين for وsince؟ for إحنا قلنا يأتي بعدها مدة زمنية طبعا معروفة أو محددة. For example، for 3 days، for 3 months، for a long time. Since يأتي بعدها نقطة زمنية محددة، point of time، زي أو سنة ماضية، بداية سنة، بداية فترة في الماضي. For example، since 2003، since May، since morning. أما any يأتي مع أو تأتي دائما مع النيجاتيف والquestions and اللي هي ويأتي أو تستخدم ترابط بين اسم واسم أو verb وverb. هي نفس الكلام بالنسبة or. ready تاخد for، ready for، جاهز لي، in addition to بالإضافة إلى. أما كلمة ago، ago اللي هي بمعنى منذ، وتأتي دائما مع الباست
simple وياتي قبلها ايه مده محدده in the middle of. in the middle of اللي هي في وسط on on تيجي مع الايام والcoasts او الشواطئ coasts اللي هي ايه الشواطئ وال in the coast on the east coast of كذا the white house the white house the white house of the USA of the UAE تمام on the other hand. دي كانت مراجعة سريعة لسؤال الجرامر. تعال نشوف سؤال ناخد سؤال عملي ونحل مع بعض. نشوف مع بعض كده جرامر 1. The teacher asked me اهو نمبر 1. The teacher asked me اول ما اشوف asked me where يبقى لازم بعدها يكون subject ثم verb في الماضي ثم باقي الجملة موجودة عندي my holiday. تعال نشوف ايش الاختيار اللي هنا او الاجابه اللي تبدا بايه بسبجكت الاول سبجكت الفاعل اللي هو زي اي وهي وشي وات وي ويو وذي طبعا هاد ما ينفعش لانه ما تبدا بسبجكت ديد نفس الكلام ما تنفعش لان ما فيها اي سبجكت في البدايه اي هنا اي وهنا اي يبقى دي صح ودي صح بس تعال نشوف نكمل ونشوف اي واحده ايه لازم اجابه واحده بايه صحيحه هنا هاد وهنا هاف يبقى ناخد ايه الهاد لانها ماضي يبقى اول الاختيار الثالث هو ايه الصحيح ونظل على Scientists will get used. Will get used. إحنا لسه قلنا إن كلمة get used. Get used. طبعاً لازم used معها إيه. To plus. Infinitive أو to plus. I verb I N G. طبعاً هنا عشان وجود كلمة get لازم نختار to plus verb I N G. يبقى أقول to living. لكن لو ما فيش get هنا أو ما فيش أو ما فيش is و am و are يبقى أقول used to live. تمام لكن موجوده كلمه get او is am are مع used لازم نستخدم كلمه to plus verb ing he suggested place to the cinema suggest احنا قلنا suggest من الكلمات اللي هي بتاخد ايه ها to طيب او سوري اسف الكلمات اللي هي بتاخد ايه verb ing suggest او suggested going to the cinema بعد كده عندك اللي هو نمبر كام نمبر 4 I have been working لسه قلنا من شويه اللي هو زمن اسمه present perfect continuous اللي هو have وhas وbeen verb ing in the office طبعا last January دي بدايه يعني يعتبر بدايه فتره او نقطه من في الماضي يبقى اللي بتستخدم مع نقطه في الماضي اللي هو ايه since اوكي منذ يناير الماضي use the manager's password it is illegal الليجل هنا غير مسموح او غير قانوني يبقى هنا اقول ايه mustn't فيها ايه لا يجب عليك ان تستخدم الباسورد بتاع المدير لانه ده غير قانوني بالنسبه للجرامر فوكابولري سوري اسف جرامر 2 اللي هو ذا عباره عن طبعا نشوف البوكس دوت اللي هو ناقص كلمات في الجرامر نفس الشيء برضو ايه بيسالك في الجرامر هنا the first iron bridge in the world was built in Britain space October 1779 طبعا اللي بيجي مع الشهور احنا قلنا ايه الشهور تأتي معها ايه حرف جر N تمام the bridge هنا فيه فراغ space crossed the river Seven was designed by space طبعا اكيد هقول ايه which برافو عليكم which ليه which عشان قبلها غير عاقل اللي هو البريدج وديت عايز اقول الكوبري او الجسر الذي يربط كذا 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 او الذي يعبر كذا او يمر بكذا was designed by space young engineer مهندس واحد يبقى مفرد يبقى في الحاله ديت اخد ايه احط كلمه ا لان ا تاتي مع اسم مفرد ويبدا بحرف ايه consonant ساكن a young engineer named Abraham Darby it only took 3 months build يبقى اول تو build عشان تو ياتي بعدها فعل في المصدر تو build the bridge itself but work on that bridge طبعا work but work on the roads to the bridge continued for another 2 years its base finally opened to the traffic on 1st January 1781 يبقى طبعا في التاريخ دوت ماضي طبعا عام سنة قديمة يبقى قولي was finally opened okay طيب تعال نشوف سؤال آخر grammar and grammar 1 and grammar 2 ناخد number 1 they leave space the west coast احنا لسه قلنا من شوية يعني coast
دائما معاها on دوت حرف الجر ايه on يقول on the west coast. Number two, when he heard the news, Omar's face very angry. طبعا when past simple لازم نختار حاجة في الباست. طبعا ديت خطأ becomes ديت خطأ has طبعا دول present في became وفي was becoming. طبعا هاخد ال when قاعدتها past simple يبقى ايه became الباست من كلمة become. Number three, she didn't arrive until 10:30. ما وصلتش حتى جت الساعة 10:30. I asked her why. Asked معها why يبقى نعرف ان دوت reported questions يبقى لازم ايه نبدأ او نحط اجابة تبدأ ب subject ثم verb في الباست ثم ايه ثم object. طيب subject هنا اللي هو ايه he وشي وit وI وهكذا. طب she was يبقى دي خطأ ما تنفعش عشان ايه لازم احنا قلنا نختار اجابة تبدأ ب subject الاول. تمام. واز ما تنفعش عشان فيها ايه ها برضه فيرب ما ينفعش الفيرب هنا ما ينفع يبقى خد يا اما شي از او شي واز. اوكي احنا قلنا دايما ناخد ايش ها الباست يبقى شي واز. 4 if you want to know more about London ask سعيد. He used اول ما اشوف used افتكر used to. فين تو هنا؟ طب عندك في تو living ولا تو live؟ احنا قلنا used لو قبلها في get او is او am او are يبقى لازم يختار تو plus verb ing. طب هنا ما فيش يبقى لازم اختار تو plus infinitive اللي هو تو live. Number 5 if we hadn't spaced out last night we wouldn't have met them. ها حالة if كم ديت نحدد الاولى first conditional ولا second conditional ولا third conditional. هنشوفهم الجزء الثاني would وhave وتصريف ثالث يبقى ثلاث كلمات يبقى حالة ايه ثالثة يبقى نختار if ماضي تام اللي هو had ثم التصريف الثالث او بي بي go ولا when. طب ايش التصريف الثالث من go؟ هقول ايه ها gone. اوكي تعال نشوف ايه grammar 2. In our neighborhood we space celebrating water saving day. ها celebrating فيها verb ing. اوكي they in order remind everyone about the need to save water. تعالوا نشوف ايه الـ in our neighborhood we. طب بنتكلم عن حاجة عامة او حاجة عامة يبقى نستخدم ايه صيغة present. present يبقى هنا نستخدم اما is يا اما am يا اما are عشان في verb ing. طبعا we هنا جامع تاخد ايه تاخد are يقول we are celebrating water saving day today in today اليوم حتى وضحها لك هنا today يبقى نعرف ان دوت قطع في present. In order to remind everyone about the need to save water. Unfortunately, people space not seem to remember. Not نفي بس ما ينفعش نط لوحدها كده لازم قبلها في is am are do does did. احنا بنتكلم عن present يبقى وريها do not seem لان don't و doesn't و didn't يأتي بعدهم المصدر وهنا في مصدر عندك يبدو يبقى ما ينفعش is am are not لأن is am are محتاجين verb ing زي فوق. To remember this issue during the rest of the year. For example, our roads are often covered with water after people's bees washed their cars. After people washed. يبقى تصريف ثالث اللي بيجي مع تصريف ثالث present perfect أو طبعا present perfect بتكون من has أو have ثم التصريف الثالث. البي بي عندي موجودة يبقى ناقص مين هاف. طب ليه ما كتبناش هاز عشان بيبول قبلها تامة يبقى ما ينفعش اكتب ايه اكتب هاز. دي كانت مراجعة سريعة لسؤال الجرامر 1 and 2. اتمنى كون انتو استفدتوا من هذه المراجعة. ننتقل الى الجزء الريدنج او الجزء الثالث اللي هو ايه الريدنج في الفيديو القادم.